بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المحاضرة الثالثة لطلبة الفصل الثاني في مادة معمل أسس الكهرباء. في هذه المحاضرة سوف نتطرق إلى قانون كيرشوف للتيارات، حيث أن نص هذا القانون على أنه أو يطبق هذا القانون في دوائر التوازي، وينص على أنه عند أي عقدة يكون مجموع التيارات الداخلة للعقدة يساوي مجموع التيارات الخارجة منها. مجموع التيارات على سبيل المثال مثل هنا عندنا وهذه العقدة، مجموع التيارات الداخلة يساوي مجموع التيارات الداخلة العقدة هذه يساوي مجموع التيارات الخارجة منها. هنطبق إن شاء الله قانون هذا على برنامجنا اللي نحن نخدم به، برنامج الورك بنش. سنقوم بتطبيق الخطوات خطوة خطوة. راح نأخذ مصدر جهد كما خذينا المرات السابقة، وناخذ من هنا مقاومة 2 3 مقاومات، عندنا 3 مقاومات وعندنا مصدر للجهد. راح ناخذ هنا على سبيل المثال ناخذ المقاومات وخلوه مثلا بالطريقة هذه. هنا نشيل المصدر ندير له روتيت، راح نوصل المقاومات بالطريقة هذه. وهنا راح نستخدم الأميتر قلنا وين نجو في الخانة هذه، راح ناخذ جهاز الأميتر بعد شوية في الوقت هكي راح نجيبوها بطريقة منظمة أكثر، بصفحة جديدة مثلا. نختاره المقاومة ثلاث مقاومات، نجيب الجهاز الأميتر مرة واثنين ندير روتيت تدوير
موصلو هي تكون منظمة أكثر يعني. بالطريقة هاي هنا نعطي قيمة للمقاومة الأولى لتكون 5 أوم، نضغط على أوكي. هذا نضغط مرة ثانية، هنا عند أول خانة نعطيها R1، شفت R1 هذه المقاومة الأولى. هنا شفت R2 في مكان هنا كان التسمية، ونجو عند القيمة هنا الثانية الخانة الثانية نعطوها لتكن 6 مثلا، 6 أوم، نعطيها لوكي. نجو المقاومة الثالثة نعطوها قيمة لتكن 8 مثلا، ونجو عند التسمية نعطوها شفت R3 نعطيها الأوكي. هنا عندنا 3 مقاومات كلهم بالأوم كلهم بالرموز متاعتهم. نجون عند مصدر جهد وليكن 24 مثلا فولت، هنا الاسم الرخان الثاني هنا قيمة درها 24 فولت، نعطوها الأوكي. هنا لو نشغلوا المفتاح من هنا، مفتاح من الناحية اليمين، لو شغلناه راح يعطينا قيمة التيار عند كل مقاومة. هنا يعطيني قيمة التيار عند كل مقاومة. هذين على القيم اللي أعطاه لي عند كل مقاومة. علشان نحنا نختار أميتر بحيث إنه يعطينا التيار الكلي في المقاومات الثلاثة هذين. نفس الشيء هنا هنا يعطيني الاي توتال، لو نشغله يعطيني الاي توتال. الاي توتال هو حاصل مجموع مقاومات الثلاثة هذين.
راح يكون اكلم بيش بالامبير. اهم شيء يكون ان المقاومات توصيل، نكون توصيل صحيح، بعدين تحط أميتر قياس التيار عند كل نقطة فيهم، هذين مثلا كأنها الآي واحد والآي اثنين والآي ثلاثة، وهنا الآي توتال، هنا الاسم الآي آي تي، هنا الآي تي بتاعك. تكون إن شاء الله بسيطة وسهلة، إذا جاتك في الامتحان تعرف كيف تعلق، تعرف كيف تعلق على تحط مقاوماتك في دائرة التوازي، تحط أميتر، بعدين توصلهم مع بعضهم بيش بالمصدر الجهد متاعك، بعدين تشغل مفتاح يعطيك قيم الآي عند كل مقاومة. تحط أميتر هنا يعطيك قيمة التيار الكلي بالنسبة للثلاثة هذين، هنا الآي واحد والآي اثنين والآي ثلاثة. هذا بالنسبة لتطبيقها على برنامج بورك بنش. إن شاء الله راح ناخده بعدها المحاضرات الجاية، إن شاء الله ناخده على قانون كرشوف للجهود.